كيف بدها ترد الحكومة أموال المودعين الكبار؟ إذا رصيدك بالبنك فوق $100,000 قصتك مش كتير سهلة. قبل كل شيء، إذا كنت من يلي استفادوا من فوايد مرتفعة بعد 2015 رح تنحسم هالفوايد من وديعتك، وإذا معك فوق $1,000,000 بينطلب منك إثبات للبنك حول مصدر هالأموال وفق آخر نسخة من خطة الحكومة. شو مصير وديعتك الباقية؟ جزء منها رح يتحول لأسهم بالمصارف بقيمة $12 مليار، وجزء تاني رح يتحول من دولار إلى ليرة على سعر أقل من سعر السوق بقيمة $4 مليار كمجموع، وكل شي بقي بيتحول إلى صندوق استرجاع الودايع. هالصندوق بتديره هيئة من القطاع الخاص والمودعين الكبار، وبيتم تمويله من الأموال المتبقية عند المصارف بعد ما تكون سددت مبالغ الودايع تحت $100,000، يضاف إليها الأموال المسروقة والمهربة والمشكوك فيها، وتضاف كمان نسب من أرباح المصارف. وبتنص الخطة أيضاً على إمكانية أنه تساهم الدولة بالصندوق من خلال ممتلكاتها ومؤسساتها بعد ما تكون حسنتها عبر منح عقود لإدارة هالمؤسسات إلى القطاع الخاص. لكن لليوم ما في أرقام أو تقديرات للأموال يلي رح يقدر يأمنها هالصندوق، وسط أصوات معارضة لمساهمة الدولة بهالصندوق على اعتبار أنه أي أموال جاية من أملاك الدولة لازم تخدم كل الناس والأجيال الجاية ومش بس المودعين الكبار. بكل الأحوال خطة الحكومة بعدها حبر على ورق، فالمشكل بلبنان مش بالخطط يلي ما في أكتر منها، المشكل هو بالتطبيق. 3 سنين ونص مروا على الأزمة ومثل العادة ما تطبق شيء.